وبيكمل مهمته لحد الاخر. وهتكلم بالتحديد بصراحه عن الكابتن محمد يوسف بس بعد ما نروح ناخد مداخله كريم احمد زميلنا العزيز مراسل قناه الاهلي. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا. طمنا يا كريم، اخبار المران عندك ايه؟ في البدايه طبعا يا امير انا عايز اخد من كلامك وعايزين نودي طبعا الشكر من خلال كلام في الميديا ومن خلال قناه النادي الاهلي للكابتن محمد يوسف والكابتن طارق سليمان، اثنين من اولاد النادي طبعا، كان تحديدا كمان الكابتن محمد يوسف اللي قام بادوار كثيره جدا في حب للنادي الاهلي، انكار ذات كبير جدا، مدرب عام، مدير فني كره، كل يمكن المناصب اللي يمكن تولاها الكابتن محمد يوسف في ظل كانت ظروف صعبه جدا، بنشكره اكيد وبنوجه له كل الشكر اكيد، ده لسان حال كل الاهلاويه وكل محب للنادي الاهلي على الفتره اللي قضاها الكابتن محمد يوسف، وايضا كمان الكابتن طارق سليمان اللي قام بجهود كبير كان ليه بصمات كبيره مع شريف والشناوي واحمد طارق سليمان وعلي لطفي، يمكن الحمد لله فتره كانت صعبة جدا خلال الفترة اللي فاتت أدوا فيها كالعادة أولاد النادي الأهلي كابتن محمد يوسف والكابتن طارق سليمان. أكيد تقديم النهاردة أمير كالعادة كل الاستعدادات قوية، استعدادات على قدم المنصات بالنسبة لفريق النادي الأهلي، دور ال 32 رحلة هتكون صعبة جدا 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 وهتستغرق عدد ساعات كبير، لكن إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي متعود على كده. المدير الفني الجديد طبعا زي ما أنت ذكرت زميلي أمير مستر رينيه فايلر طبعا أكيد بنتمنى له كل التوفيق، الدعم ليه للجهاز لكل من متواجد في جهاز النادي الاهلي لهذه المرحله، يمكن لابد ان احنا ندعم ولابد الناس كلها تساند، لان النادي الاهلي المرحله القادمه عنده هدف وهي البطوله الافريقيه، النقد لابد يكون بناء ونقد بدون تجريح، اكيد كل الناس ليها حريه الحديث وحريه الاختلاف على المدير الفني طبعا المدير الفني، لكن الدعم يا امير مهم جدا ومطلوب جدا، ودي سمه جمهور النادي الاهلي اللي لابد يكون خلف اي اسم متواجد اي حد متواجد في كاس النادي الاهلي، احنا وراء النادي الاهلي، وده اللي ان شاء الله بنتمناه يكون من كل جمهور النادي الاهلي ومن كل محبي او اسره النادي الاهلي. كالعاده كمان النهارده كابتن محمد يوسف زي ما انت ذكرت النهارده وبكره هيكون اخر تدريب للكابتن محمد يوسف والكابتن طارق سليمان، ومن بعدها عقد المؤتمر الصحفي اللي تم تحديده الساعه 1 ظهرا اليوم من الاثنين، هيكون في مؤتمر كالعاده للاعلان عن التعاقد الطموح الخاص بمستر رينيه، كل الامور طبعا التفصيلات الخاصه به زملائنا الصحفيين هتكون متاحه في هذا المؤتمر، ويتولى القياده الفنيه كاول تدريب لمستر رينيه في يوم الاثنين، تدريب هيكون في الساعه 5 عصرا. الحمد لله امير يمكن حاله اللاعبين حاله مطمئنه، لعيبتنا مركزه، لعيبتنا كالعاده والخبرات بتشتغل بشكل كبير جدا في كل اللعيبه، في فصل تام وفي تركيز وفي هدف وحيد هو البطوله الافريقيه، لعيبتنا ما بتنشغلش باي اسم يكون متواجد من رايح من جه، لعيبتنا مركزه فقط لا غير في الحلم الكبير اللي كل جمهور النادي الاهلي مستنيه ومنتظره، وان شاء الله باذن الله الموسم ده يكون انطلاقه جيده للنادي الاهلي، التاكيد على الثقه وعلى الروح الكبيره اللي بنقولها على لعيبه النادي الاهلي دي اللي بتدينا الامل وبتدينا الطمانينه ان لعيبتنا عندها هدف، ان شاء الله تكون الموسم ده ظروف ميسره لفريق النادي الاهلي سواء في بطوله الدوري العام اي امور خاصه بالسفريات بالانتقالات تكون موفره، يعني مقارنه بالموسم الماضي كان صعب جدا الموسم الماضي زميلي امير، لكن ان شاء الله الموسم ده نتمنى متفائلين كلنا باذن الله القياده الفنيه تكون كالعاده ان شاء الله باذن الله تحقق طموحات النادي الاهلي، ولعبتنا ان شاء الله كالعاده تستمر في اسعاد كل جمهور النادي الاهلي. كريم فيما يتعلق ببعض اللاعبين، هل في غيابات؟ موقف شريف اكرامي ايه؟ هل شارك في التدريب بشكل كامل؟ موقف رمضان صبحي؟ بعض اللاعبين اللي ممكن كانوا بعيد الفتره اللي فاتت، ايضا محمد محمود، سعد سمير، اخر اخبارهم ايه؟ أكد عليك على شريف إكرامي النهارده، يمكن أول مرة أشوف شريف إكرامي بيتدرب في الجماعي بالنسبة للحراس، يعني كويس شريف إكرامي كالعادة الكابتن طارق سليمان كان قبل التدريب أو قبل التدريب الخاص بالحراس بيكون في فقرة فنية وبدنية لشريف إكرامي، لكن النهارده شايفينه بيشارك في التدريب الجماعي الخاص بالحراس، شريف إكرامي وصل مراحل متقدمة جدا جدا خلاص، يمكن إن شاء الله بإذن الله يعني الاطمئنان على شريف هو بس اللي مأخر شوية دفعه في الاشتراكات بالنسبة للتقسيمات بالنسبة للكورسات بالنسبة للتدريبات اللي شفته من كده، لكن يمكن شريف يعني اقدر اقول لك زياده في الاطمئنان، يعني هو بيتجنب الالتحامات زياده في الاطمئنان على الاصابه يعني بالظبط، يعني يمكن شريف جاهز، لكن هي الاطمئنان يعني النادي الاهلي بالذات في الجهاز الطبي بيحب بالظبط يعني خلاص واصل للمرحله النهائيه، لان خلاص احنا محتاجين كل اللعيبه طبعا، خلاص كل اللعيبه اللي راجعه من الاصابات ان شاء الله باذن الله ربنا يبعد الاصابات، لان خلاص توالي المباريات وتوالي البطولات محتاجين لعيبنا محمد محمود مستمر في التاهيل، سعد سمير وامير ربيعه طبعا العضله الخلفيه، يعني كل اللعيبه اللي يمكن شعرت او عندها بعض اللجات خلال الفتره اللي فاتت على امثال صالح جمعه، صالح جمعه برضه عايز اكد عليه من خلالك ما اتمرنش بالنسبه لتدريب الامس، تقل في الاماميه ومش شد، يعني برضه عشان الناس يمكن تقل في الاماميه تمام تقل بسيط في الاماميه، فبيبقى كالعاده يعني بعض الثلج والتدريبات بتبقى خفيفه في الجيم بتبقى رجوع بالعلم بس، لكن ما بقاش جاي تدريبات بالقدم، النهارده ما شفناش صالح في التدريب الجماعي في البدايه، لكن واضح ان صالح بيأدي بعض التدريبات الخفيفه
الفرصه للفئه الاغنيه، لكن كل اللعيبه امين يعني، كل اللعيبه الحمد لله حالتها الغنيه مميزه كويس. الفنيه التدريبيه ان شاء الله باذن الله خلال الايام القادمه مع القياده الفنيه والاستقرار الفني باذن الله تكون لعيبتها ان شاء الله مركزه جميل، وتكون انطلاقه كالعاده لفريق النادي الاهلي في المباراه الاولى لدور 32. ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي، واللي لنا كل الاخبار الخاصه بتدريبات الفريق في هذه اللحظات.